Und بدأ المشروع بتاع المواقد المحسنة في 2014 كشراكة بين مجموعة شركات حجار وشبكة تنمية المرأة في شمال دارفور و WFP كداعم تقني للمشروع. تم شراء وتوزيع 5000 موقد في 10 قرى في شمال دارفور، والهدف من المشروع ده كان تقليل الأثر البيئي، تحسين الأثر البيئي والاقتصادي للمرأة في المنطقة. قدرنا عبر المشروع ده نوفر أو نقلل انبعاثات الكربون بما يعادل 25,000 طن، وتوفير 13,000 طن من الأشجار. في 2019 قدرنا نعقد صفقة مع شركة في إنجلترا اسمها Carbon Footprint UK لشراء التخفيضات الطوعية لانبعاثات الكربون. العائد من الصفقة دي 50% منه حيمشي لشبكة تنمية المرأة بحيث انه يستعملها في مشاريعهم بتاعت التنمية المختلفة، و 50% منها حنستعملها احنا لتمديد المشروع. المشروع ده بيسهم في عدة أهداف بتاعت التنمية المستدامة، بالذات SDG 1 لتقليل حدة الفقر، SDG 5 للمساواة بين الجنسين وتعزيز الدور الاقتصادي للمرأة، SDG 13 اللي هو بيخص تغيير المناخ. اليوم الفحم الجوال ب1200، يعني بالموقف ده هي ممكن تشتغل بشوية عيدان ولحى وحاجات بتاعت حطب صغار صغار، ده ما يكون فوق مبالغ، يعني ممكن حاجة بسيطة رمزية، يمكن إذا عود واحد وشققته بقضيناه اليوم كله بالموقف ده، معناه توفرت شنو؟ على الأقل 60 جنيه. وفر لنا الهدف بعد ما استعملنا القانون بقى لنا فرق، يعني ما زي اللي ده الزمان احنا قاعدين نشتغلوا به. وفر لنا الزمن، وفر لنا الحطب، ووفر لنا القروش برضه، والزمن بقينا يعني وفر لنا الزمن لحد بقيت تلقى زمنك واسع وترجع تراجع لاولادك في البيت وتشتغلي باقي اشغالك الثاني. والله زمان قبل القانون ده كان معاني من الحطب، وعندنا اللي ده 3 حجر دي رمادنا يمين وشمال، نجروه بجاي بيوت بتوسخ، والقصب ذاته بسحب بمشي بحرق البيوت. لكن بعد ما لقينا القانون الحمد لله قش حبك تبغى ولا لك لا وساخ الحاج، حتى الرماد حقه ذاته بقينا نستخدمه في الحمامات الاصليه اللي بنكبوا، ما يعني ما بنضفق رمادنا، كان زمان تراب بنضفق لكن اصلا بنضفق الرماد حقنا. واستفاد منه كثير، ولو ان المدرسه نشخل قانون نشخل الدعايات عشان نتلقي لهم فطور ولا خد صريح، ولو مين ماشي الزراعة نتعشق فيه. انا كان فيها الدكتور دي مع المزرعه تسام لي الاكل بتاعت التين في، لكن ما خفيفه زي دي وما سريعه زي دي. انا بعيدي ممكن امشي بيه لام حجاليد واجيبه وشجره كويس، لكن بتاعت التين ما حتقدر تمشي بيه مسافه بعيده. ده من المميزات حقته، يعني خفيفة خفيفة، يعني الطفل صغير لو قال له وديه وين بوديه وبيجيبه، وبعدين ما بتتأثر بحاجة، يعني المحل حقته يعني نظيفة. يعني كان جلب الحطب صعب، النساء ما بتقدر واحدة براها تمشي الخلا، ولا مجموعة حتى مجموعة ما بتقدر تمشي الخلا عشان تجيب حطب، كان في تأثير بتاع حطب، وبعدين النسوان ذاته بتقرر تحرشات، سواء كان تحرش جنسي، سواء كان تحرش يعني أي نوع من حتى الإساءة، حتى الكلام الشين، حتى أي حاجة يعني. دي
كنا النسوان كان بتعرض له، وبالذات الفتيات بيجن ما بيقدرن بمشن برا يجيبوا حطب. شركة وطنية وشركة خاصة يخش عشان يقلل من هذه المساهمة، ده يدل على إنه دي دور الوطني ودور الإيجابي للقطاعات الخاصة للناهية البيئية والناهية بتاع التغيرات المناخية والتصحر الحاصل في ولاية شمال دارفور. 17 من المحلية بيستخدم حتب الوقود اللي هي مباشرة من الغابة، مباشرة من القطع المباشر من الشجر. زمان كانت في حطب ساقط، والآن لا توجد حطب ساقط مباشرة من القطع الأخضر. 17 من المحلية بتساهم في قطع المباشر. إذن النسبة من هذه المعادلة تظهر إن يعني ما يقارب عن 90% من المجتمع إنها هي بتمارس القطع عشان يوفر الاستخدام المنزلي من القطع، ناهيك على الاستخدامات الأخرى اللي بيقطعوا من الشجر إنه يدي يسوق، يعمل زريبة للبهايم، لبناء المنزل، لحاجات كثيرة. من الناحية البيئية أنها بتقلل لنا من قطع الأشجار، يعني الشوك المساقط بدل ما نمشي نقطع الشجر وكده بنستخدم الشوك المساقط أو اللحاء حق الأشجار، ودي محافظة على البيئة، وبيكون في استدامة بالنسبة للأشجار، بتكون قاعدة في حتتها وما بيكون في قطع للأشجار. من ناحية صحية ما بتكون فيها انبعاثات بتاعت غاز كربون، أو حتى لو فيه بيكون متراكم داخل الجهاز أو الموقد، فده بيقلل من تأثير الصحي على صحة الإنسان والمرأة خصوصا داخل المنزل. لما وزننا بالحطب استخدمناه في اللدايا، ووزننا نفس كمية الحطب استخدمناها في الموقد الاقتصادي، طلع إنه استخدام الموقد الاقتصادي ولا ربع من استخدامه حق اللدايا، لأنه كان الموقد الاقتصادي استهلاكه كمية قليلة للوقود، واللدايا بتستهلك كمية عالية. عشان كده كمية الحطب اللي كانت موزونة لنفس الكمية للتجربة للموقدين، الموقد الاقتصادي هو اللي كان حاز على نسبة أعلى من نسبة اللدايا، لأنه هو كان بيستهلك الكمية القليلة من الوقود. هي محسنة ليه؟ لأنه حسنوها عشان يتفادوا كثير من الحاجات السلبية اللي كانت بتحصل من المواقد التقليدية وحرق الحطب والفحم، كويس؟ فأنا أكيد طبعا بشجع المواقد المحسنة، وبتمنى إنه كل الناس يعني يبدلوها بالمواقد القديمة، لأنه بفيدنا كثير وبكون لنا وقاية من كثير من الأمراض، خاصة أمراض العيون وأمراض الجهاز التنفسي. المشروع ده ممكن يكون مشروع ندخل به سوق الكربون، بحيث انه احنا اي انبعاثات بتاعت كربون هيقلل المشروع ده، بعد ذاك ممكن نبيعها والانكم الداخل من عمليه التلبيه دي يرجع للشبكه ويرجع لنا احنا عشان نعمل اكسبانشن للمشروع. نيا الدرفر سماها ما عادية، لونا لنتاجة سمرة إفريقية، لنتاجة حالات سودانية، الدرفر بنيا ما عادية، نيا الدرفر سماها.